السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناه بسمتي للتفصيل والخياطه. الفيديو تاع اليوم معنا طريقه تفصيل وخياطه بوني. كنت درت لكم طريقه تاع بوني وكان عجبكم عجب بزاف الاخوات المشتركات، كانوا طلبوا مني طريقه ثانيه نتاع بوني. هنا نعطيكم طريقه تاع بوني شباب بزاف. كنت درت بالقماش تاع القطيفه، خيطت واحد بالقماش تاع القطيفه وبغيت نخيطه لكم بهذا القماش يجي شباب. درت هذا ما كملتهش، لكن اللي راني غادي نخدمه لكم ندير له تكميشه. تبغيو تخيطوه سامبل تبغيو ديروا له تكميشه. القماش اللي خدمت لكم به نخدم لكم به البوني الثاني. ها هو شوفوا هنا ماشي مكمش، هنا درته سامبل، درت فيه القياس 55 سنتيم على 28 سنتيم، كل جهه فيها 14 سنتيم، لكن هذا فيه زيادة نتاع التكميشة. هنا نعطيكم الطريقة نتاع الفصالة نتاع البوني. القماش يكون عندكم مطاطي من جهة نتاع الطول أو جهة نتاع العرض، المهم البوني يجي روعة. هاي القياس نتاع البوني فيه في الدورة نتاع الرأس 55 سنتيم، وفي الطول نتاع الرأس 48 سنتيم، نقسموه على زوج، كل جهة نخدم وحدها. تبعوا الطريقه مليح، ولا ما فهمتوش توليو ديروا اعاده للفيديو باش تفهموا. هنا نقصص 55 سنتيم، هذه الدوره نتاع الراس، كل واحد يعبر على حساب. كاين اللي عنده الدوره نتاع الراس تخرج 56 سنتيم، كاين اللي تخرج له حتى 60 سنتيم، كل واحد يعبر على حساب الدوره نتاع الراس نتاعه. المهم هنا درت 55 سنتيم، والعرض عفوا الطول نتاع البوني قلت لكم 48 سنتيم، كل جهه فيها 24 سنتيم. هيا نقسمه هنا على زوج، تخرج لي كل جهه فيها 24 سنتيم، وعندنا دائما هذيك الزوج سنتيم نتاع الخياطه. جهة فيها 24 سنتيم وجهة فيها 24 سنتيم. وهنا شوفوا باش نديرو بليات، ديرو خياطة كل 3 سنتيم ونصف، ديرو خط 3 سنتيم ونصف، يخرجوا لكم 8 نتاع البليات. هيا هنا نسطر بالمسطرة ونولي ندير عليهم خياطة، يولي لكم البوني شحال يولي فيه الطول نتاع البوني، يولي فيه 15 سنتيم. هادو توليو تخيطو جهة القطعة نتاع القماش الثانية نفس الطريقة الأولى، 3 سنتيم ونصف، وتوليو تتراسيو بالطبشور باش تجيكم الطريقة سهلة، وتبعو ليهم خياطة. هنا نديهم الماكينه ونخيطهم، نخيطهم في زوج. هاي خيطتهم بليتهم، شوفوا كيش يخرجوا، قلت لكم كل جهه تبقى لكم فيها 14 سنتيم و1 سنتيم نتاع الخياطه، يعني 15 سنتيم في جهه و15 سنتيم في جهه، يعني في زوج يوليو 30 سنتيم. توليو تحدوهم. هنا استعملت لهم المكواه، الكوفر انت نحط لكم الرابط في صندوق الوصف انت الكوفر انت الميكواه، ما تخافوش تحطوها على القماش تحدوا بها عادي، ما تحطوا لا قماش فوقها لا والو، وتحدوا القماش تاعكم عادي، لو كان حتى تخليوه ما يحرق لكمش. نحط لكم اللي ما شافوش الفيديو نحط لهم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. هيا حددتهم في زوج، استعملت الميكواه، ودائما نخدم نبغي نخدم بالبخار احسن، يحدد لي مليح. وهنا نحتاجو البوندا اللي تجينا في الامام نتاع الدوره نتاع الراس، فيها دوره الراس 55 سنتيم والعرض نتاعها فيها 10 سنتيم، كي تطويوها على زوج تولي لكم 5 سنتيم. هنا القماش ما كفانيش ولقيتها، درت فيها دوره الراس قلت لكم 55 سنتيم والعرض عفوا طول الراس باش جينا للعرض نتاعها درت فيها 10 سنتيم.
لقيهم مع بعض. ندير لها خياطة، خيطتها وهنا نحددها. هنا واش استعملت؟ استعملت شريط لافيزلين اللاصق واللي تحددت عليه. البونداج يكون روعة. هيا جينا في الجهة نتاع الأمام نتاع الدورة نتاع الرأس وتولي وتخدموها كروازي في الجهة نتاع الأمام. كاين بزاف الأخوات اللي راهم يقولوا لي ما تخرج لناش قد قد تخرج لنا، كاين اللي تخرج لها عوجة، كاين اللي تخرج لها جهة طويلة وجهة ناقصة. تستعملوا لها لافيزلين اللاصق تخرج لكم البوندان تاع الامام تاع الدوره تاع الراس تخرج لكم قد قد. هيا فيها نخلي فيها 5 سنتيم، راها مطويه على زوج. هنا راني دايرت لها لافيزلين اللاصق وهنا نبداو باش نخيطوا البوني. نديه للماكينه وندير له خياطه. نوريكم هنا، تبعوا معايا مليح من تخيطوا البوني. هنا ديروا خياطه، تخليو زوج سنتيم في، راني حتى صبعي تما زوج سنتيم، وديرو خياطة في زوج. هيا نخيطهم في زوج، هيا تخليو على حساب زوج سنتيم او واحد ونص وتخيطو. نخيطهم في زوج، نخيطهم ونوليو. هيا خيطتهم في زوج، هيا قلت لكم تقعد لكم العرض نتاعها يقعد 14 سنتيم كل جهه، 14 سنتيم وزائد 1 سنتيم تاع الخياطه. وهنا توليو تلاقيوهم، تلاقيوهم في الجهه تاع الوسط. هنا عفوا نولي نقلب، ها هي نلاقيهم مع بعض، ندير لهم خياطه. هيا خيطتهم في زوج، لقيتهم ودرت لهم سورفيلاج او سورجي. ديروا لهم سورجي، كاين اللي يقول سورجي كاين اللي يقول سورفيلاج، يجيوني كيف كيف. خدمتها غير بالسورجي، خيط درت خياطه واللي تعاودت بالسورجي بالماكينه انت السورفيلاج. هنا تقبضوا الوسط في زوج جهات، تقبضوا في هذه الجهه وفي هذه الجهه، في زوج جهات تقبضوا الوسط باش نلصقوا البوندان تاع الامام تاع الدوره تاع الراس. هنا جهه ديروا لها خياطه وجهه ديروا لها البوندان تاع الدوره تاع الراس. هنا ندير خياطه وهنا تبقى لي فين ندير البوندان تاع الدوره تاع الراس. ندير لها خياطه، هاهي خيطتها. هنا درت خياطه، تبقى لنا دروك هنا. واش يبقى لنا؟ تبقى لنا الجهه نتاع الامام اللي نديرو فيها البونده نتاع الدوره نتاع الراس، ويبقاو لنا هاد الودينات. هاد الودينات تلموهم بقطعه نتاع قماش حاشيه هكا صغيره، ديروها وتلموا بها تكمشوها. وعندنا الجهه نتاع الخلف نديرو لاستيك. هيا واش بقات لنا؟ قلت لكم بقات لنا الدوره نتاع الراس. والخلف جينا تكميشه بلاستيك، تقدروا تكمشوا بالابره والخيط، تقدروا تستعملوا لاستيك. هنا نخدم البوندان تاع الامام نتاع الدوره نتاع الراس، ديروها كروازي. هيا بهذه الطريقه ديروها وتخيطوها من الجوانب. هاي خيطها ونولي نلصقها في البوني. والكروازي تجيبوه فين ديروا تكميشه للبوني. نخيطها في الماكينه ونوليو نديروا خياطه للبوني، نديروها نلصقوها في البوني في الدوره نتاع الامام دورة الرأس.
هيا نقلب البوليس قلبوه بهذه الطريقه يبقاو لكم. قلت لكم هذوك الودينات هاي شوف هاي الكروازي تجيكم مع التكميشه نتاع الامام نتاع البوني. هنا ندير خياطه للبوندا في البوني، ندورها على البوني. هيا هنا نكمل نخيطها ونزيدو نكملو. هاي خيطتها جات البوني جا شباب، يجي شباب بزاف مام في اللبسة، يجي مريح في الراس كي ديرو في الراس يجي شباب. شي بقى لنا تبقى لنا التكميشة نتاع حد الودينات هادو. هاهي نوليو نكمشوهم، تقدروا تكمشوهم حتى بالإبرة والخيط. هنا درت قطعة نتاع القماش صغيرة يكون فيها العرض نتاعها تكون واحد 6 سنتيم أو 4 سنتيم، ديروا لها خياطة وتقلبوها وتوليو تكمشو بها البوني. هاي خيطتها نقلبها ونولي نكمش بها البوني. هنا حددتها تحدوها وهنا نكمشو البوني. هيا ديروا تكميشه البوني وتوليو ديروا لها خياطه من الداخل. هيا نكمشه وندير لها خياطه ونوريكم النتيجه. هيا خيطته نقط هنايا تقصوا الزياده اللي تبقى لكم تقصوها. هاو كملت البوني. النتيجه النهائيه نتاع البوني، البوني قلت لكم يجي شباب بزاف وفي اللبسه يجي روعه. وهنا واش يبقى لنا في الاخير؟ يبقى لنا لاستيك. ديروا له تكميشه قلت لكم بلاستيك او ديروا له بالابره والخيط او ديروا له بالماكينه، هذاك اختياري يبقى لكم ليكم. استعملت لاستيك، استعملت 14 سنتيم نتاع لاستيك. ها هي بهذه الطريقه كمشته. النتيجه النهائيه نتاع البوني، البوني جا شباب بزاف، شباب شباب جا شباب بزاف. وتقدروا تستعملوه كمشروع، تستعملوه كمشروع. قلت لكم نصف متر نتاع قماش ماشي 50 سنتيم، جيبوا 60 سنتيم يدير لكم زوج تاع البونيات. القماش هذا شحال يدير؟ يدير 50000 للمتر، يعني 25000 25000 او 30000 تجيبوا بها 60 سنتيم وديروا بها بوني خرج، ديروا بها بونيات يخرجوا لكم زوج، تبيعوا 40000 للبوني. البوني جا شباب بزاف، قلت لكم للمناسبات او للعرائس. في اللبسه يجي روعه. هنا في المانكا ما باينش مليح، لكن في اللبسه كي ديروا في الراس يجي البوني تبيعوه 40. هذه هي النتيجه النهائيه، وان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تستافدوا منها. المشاريع تاع البونيات راه متمشيه بزاف، هما اللي راهم متمشيوش تاع البونيات. البونيات والبندانات تاع الشعر وبزاف كيما نقولوا الجوارب، هادو اللي راهم يتمشاو بزاف، المشاريع تاعهم راهم يتمشاو.
ها هو هذا قلت لكم درتها في القطيفه لكن ما كملتهاش، واللي خدمته معكم كمشته درت 3 كميشات. تبغيو ندير لكم لي سامبل بلا تكميشه نعاود لكم بوني اخر. هذه هي النتيجه النهائيه وان شاء الله تعجبكم، وسمحوا لي لطولت عليكم. ومع السلامه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.